نزولهم الحقيقي بس حيكون على الميزان وبنسوا المتر؟ بتفكري انه الميزان هو مقياسك الحقيقي بس لنزول وزنك؟ بيكتبوا برامج غذائية وبيفكروا انه دليل نجاح برنامجهم الغذائي هو نزولهم على الميزان فقط؟ علشان تعرفي اكتر في هذا الموضوع تابعي معي لاخر الفيديو. كتار منا لما بتبعوا نظام غذائي لإنزال الوزن هدفهم الرئيسي هو نزول وزنهم على الميزان فقط مع تجاهل العوامل الثانية، وهذا شيء غلط. وكمان من ضمن أهدافهم بكون يخسروا أكبر وزن ممكن بأقل مدة زمنية بسيطة، وهذا شيء أبداً مش صحي وسبب ترهل الجلد السريع. معدل نزول الوزن الصحي والسليم بكون بمتوسط من 1 إلى 2 كيلو بالأسبوع، وبحاجة إلى كتير من الصبر والالتزام. أبداً الميزان لوحده مش دليل كافي لإثبات نجاح نظامك الغذائي وإثبات استمرارية نزولك بالوزن. لاحظوا معي بالمثال اللي أمامنا فرق الحجم والكثافة بين 2 كيلو من الخلايا الدهنية و 2 كيلو من العضلات، وهذا معناه إنه الخلية الدهنية بتاخد مساحة أكبر بأجسامنا بوزن أقل مقارنة مع خلية العضلات اللي بتشغل مساحة أقل ولكن بوزن أتقل. الحل أكيد للتأكد من النزول الصحي والسليم للوزن يكمن أولاً باتباعك حمية غذائية فيها جميع العناصر اللي جسمك بحاجة إلها، ثانياً إنك تاخدي مقاساتك باستمرار مع كل عملية توزين بالتوالي، لأنه قياس الجسم بالمتر وتسجيل نزولك بالمقاسات علمياً هو الدليل الأدق لتخلصك من الخلايا الدهنية والوزن الزائد. كوني أكيدة إنه اتباعك للأنظمة الغذائية العشوائية بدون مصدر صحي إلها أو تكون من خلال مختص بالتغذية العلاجية راح تخسرك كتير من الوقت بإنجاز بسيط، والأكيد إنها راح تخسرك حيوية جسمك وصحتك. اختاري من الأول بداية صح وسليمة إلك ولجسمك، وتخلصي من أي وزن زائد عن طريق خبير أو مصدر موثوق علشان تحققي نتائج مستمرة بنزول وزنك وما توصلي بسرعة مرحلة الملل والتعب وثبات الوزن بسبب أنظمة الحرمان اللي بدون أي أساس علمي أو صحي. أتمنى بنهاية الفيديو تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي حكيتها. إذا عجبكم اللي بقدمه ما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا سبسكرايب لحتى يوصلكم كل جديد على قناتي. مع السلامة.